هل تشعر بالانتفاخ المستمر ولا تستطيع لبس البلاطين براحة؟ إن الإحساس بالامتلاء والانتفاخ في البطن شعور ليس فقط غير مريح جسدياً، ولكن يؤثر على المزاج واحترام الذات والثقة بالنفس. فكيف يمكننا أن نوقف ذلك؟ هناك بعض الأطعمة التي إذا أضفناها بحكمة إلى نظامنا الغذائي ستحدث فرق كبير وتزيل الانتفاخ وتشعرك بالراحة. استخدم الزنجبيل لعدة قرون لمساعدة في تخفيف الألم من البطن. الزنجبيل يساعد الأمعاء على طرد الغازات الإضافية التي تساهم على الانتفاخ. أضف الزنجبيل إلى وجبات طعامك أو إلى العصائر، أو اغليه واشربه بين الوجبات. تناول الزنجبيل بعد الوجبة يزيل الانتفاخ ويقلل شعور اشتهاء السكر والحلويات. إذا كنت تشعر بالانتفاخ، الخيار يعتبر جيد لأنه قليل بالألياف وعالي بمحتوى الماء، ويعتبر وجبة خفيفة مثالية تعمل على إزالة الانتفاخ وجعل البطن مسطح. إذا كنت مصاب بالإمساك بالإضافة إلى الانتفاخ، البابايا ستكون حل جيد. تحتوي البابايا الناضجة على مواد حليبية موجودة مثل الغراء، تجعل منها ملين طبيعي للأمعاء وتزيل الانتفاخ وتطرد الغازات وتمنع الإمساك. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.